اللهم تقبل، لا اله الا الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تعال نصيب هذا وين؟ يا نصيب نصيب، لحظة لحظة، بنقي قصدي بلبس نعالي. تلبس نعالك؟ ساعة بتلبس نعالك؟ يا أخي شل النعال وحط رجلك في النعال وتعال يلا. لحظة 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 لحظة، شوف أنا ما عاد عندي شيء، أنا عندي لك خبر مهم ومستعجل. تعال تعال، جاي أنا جاي. الله يتقبل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وين وين وين؟ صبر صبر، وين رايح؟ وين ايش فيك يا أخي؟ التاجر عامر، التاجر عامر المليان هذا. ايوه ايوه، ايش فيه؟ محتاجني في موضوع وأنا ما ناقصه الحين. زين صبر صبر، لا تهرب، أنا معك أنا معك، بشوف له بشوف له، إذا كان جاي بقول لك. زين نبهني، محتاجك انا. اسمع خلاص، زين بسرعه بسرعه قبل ما يجي. ها كيف اشوف؟ ايوه شوف. ايش متين؟ لا ايوه نازل مع المطوع من المسجد الحين، شفته بعيني انا. ايش فيك؟ الله يبشرك بولد صالح. عشان نفسك وخايف خير. بغيتني في ايش؟ جمعان صراحه عندي خبر كلام يضايقني، عندي هم في صدري اريد اطلعه، بس ما حصلت الانسان المناسب اللي راح يستقبل مني هذا الكلام. قول قول، انا اخوك بس خايف لا احد يسمعني في السوق. اطمن اطمن، السماكين اللي في اللي في السوق هذيلا بغالهم على الاقل ساعتين ثلاث على ما يرجعوا هنا. يطلعون البحر هم. نعم. اوه يلا قول قول، ايش عندك يا جمعان؟ انا انسان صراحه يعني عندي كلام في نفسي اريد اطلعه، بس ما مثل ما قلت لك يعني ما حصلت الانسان المناسب الا انت. قول وانا بسمعك. قول جمعان. ها؟ انا انسان مديون، زمان كنت بشيل اطفالي. أيوه. اشيلهم من الحديقه، اشيلهم من السوق. زمان اذا راحوا للسوق ويختارون ملابس يختارون اكل ما اردهم، اقول لهم شيلوا يا عيالي حتى ولو تريدون السوق كله. زين والحين؟ الحين حتى بقاله ما قدرت ادخله. ليش؟ رجال رجال شغال انت يا اخي وعندك معاش. معاش معاش، تعرف المعاش هذا اللي انت بتتكلم عنه؟ ايوه بزيد فوقه 40 ريال. 40 ريال فوق المعاش اللي بستلمه كل مره، ازيد 40 ريال.
ووديه نقول له وين انت في ظنك وين؟ يا ريت للخزنة يا ريت للبنك. الا وين؟ ديو مديون مديون وما حصلت من يساعدني. افهم من كلامك انك تريد تتسلف. اللي كان اللي جا حياه الله وانا مديون مديون. ما عندي اسلفك، اذا تريد تتسلف ما عندي. يا جماعه ساعدني ساعدني الله يساعدك. انا اخوك. قصدك يعني اشوف لك فكره شيء دخل شيء كذا؟ اي شيء يريحني ويريح عيالي، هذا اللي اريده منك. فكر لا تخاف من التاجر عامر، ما راح يجيك اليوم، انا معك هنا. السلام عليكم. تعال. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أوه. التاجر عامر جانا لهنا. ما شاء الله. اهلا. اوه اللحيه ما شاء الله. الوقار كله، هذا الوقار، هذا الجمال، هذا ايوه. شوف صدق انه الحين احنا في سيرتك. قبل الحين بس بنقول هذا وينه؟ اشتقنا له. وين سوالفه؟ وين جلساته؟ نعم والله موجودين. يا حي بالشيخ عامر، يا حي بالشيخ عامر. شفتوا كيف زاد وزنه؟ تشكروا مديون والله، راهن بيت والله، نافخها البطن قدام، ما شاء الله خير فلوس عنده. وانت تصدق يا جمعان اني كنت ناوي اليوم اجيك البيت بس؟ ايوه صدقت. يا الله القلوب عند بعضها. ولا تعال قل لي يا جمعان ايش سويت في الموضوع هذاك؟ موضوع يومين ثلاث كذا وما عاد عليك انت. يومين ثلاث حتى امتى؟ انا رجال تاجر وعندي اسره كبيره ومصاريف كثيره الله يهديك. الرجال بغى يتسلف. بغيت اتسلف؟ لا الموضوع له. ايوه ساعدني جزاك الله خير، ساعدني. انت عارف ظروفي، وبعدين تاجر عامر شوف انت ما شايفني كل يوم بضعف منقوع، اكلي واولادي وعائلتي كلها وجبه واحده في اليوم بس، لكن انت ما شاء الله كل يوم تفتح فرع جديد. يعني بغيت انقي عصرتي على حساب عصرتك انت؟ لا بس كم من يوم هكذا بس؟ كم من يوم حتى امتى؟ هات خبر يا بخيت يا اخي، بتشوف صاحبك ولا لا؟ لحظة خليه بخيت خبرني. لا بقول بخيت. ايش اللي صار خبرني. هذا الرجال قالي وبغى يتسلف. أيوة. واعطيناه فلوس. ايوه واتفقنا انا وياه على رهن بيته عندي. لا اله الا الله. وكل يوم وانتهت المده، وكل يوم ممدد له وما اعطاني شيء. كل يوم تمدد له وما اعطاني شيء. كل يوم ممدد له وما اعطاني شيء. والحين انا بغيت فلوسي اتصرف مع صاحبي. زين ضمنت شيء عندك ولا حطيت شيء عندك؟ بيته عندي. راهن بيته عندك؟ ايوه ومعي الاذن اني انتزع الملكيه، لكن انا رعيته لاجل اولاده. كبر عليك. بس انا عارف ايش بقول. انا اللي جيت اتسلف وجالس بيبكي وبشرع. وانت تفكر انت الوحيد اللي عندك ظروف؟ نفخ الرجال يحب النفخ. انفخر الرجال بلاش. ساعدني بساعدك. ما توقف معي ولا يهمك. لازم ابطل علي اشوف لك حل مشكلتك. خلاص انا بشطح لك بالرجال وبخلي الانسان خلي يوصل السماء. شغلي بخيت. زين يلا يا التاجر عمرو. يا حيا وسهلا. انا انسان جيتك ووصلت حتى عندك وطلبت الله ثم طلبتك. ها طلبت الله ثم طلبتك. ثم طلبت طلبه. تمدد له مهل. طاح المسرات عشان خاطر عيونك تمدد له هذه المره عشان خاطر تمدد لي بس كذا. لو ما كان طاح المسرات ما شفت شيء يا جماعه. جزاك الله خير. يا الله معاك من اليوم حتى بكره بعد صلاه الظهر وانت عارف المكان. يا سلام. يلا على خير. حياك. تعال هذا مش نعالي اللي امس اشتريناه من المسجد؟ لا هذا تشابه نعال بس، يصير التشابه في كل شيء. بعدين انا يعني يريح في نفسي انه نعالي ونعالك تشابه وعلى قلب واحد. مبروك عليك زين، وبكره بعد صلاه الظهر. هذا ما يدعمه باص بيك اب مال سلندرات غاز حاجه تفكني منه. على ودي طبق. أنا إيش أسوي الحين؟ أنا دريتك أنت تعاني مع التاجر عامر، ولا أنا أعاني مع الديون اللي فيني. عيالي منتظريني ومنتظريني. يا أخي لا تغني لي على الديون، سمعني. أنت متورط وأنا متورط، وصراحة لازم نشوف حل. أنا بيتي رايحة، مصيبتي مش مثل مصيبتك. زين هات حل، ما دام إني استعنت فيك، خلاص كون قد المسؤولية.
قراح الفكرة يلا. قلت ايش اللي قلت؟ قلت يا بخيت الفكرة اللي بتغير حياتي وحياتك. يلا هت وبتفكنا من البهذلة هذه والذل هذا. نعم نحن اللي منتظرين. تعرف ايش؟ احنا الحين في السوق زين؟ تبعني وانا بقول لك برا. تبعني وانا بقول لك تعال. تعال بسم الله الرحمن الرحيم. اصبحنا واصبح الملك لله. هذا اليوم عم ما حد قص السوق ها؟ زين قيت اول واحد. وصل وصل حمدان وصل. يا الله توكلنا على الله. ها مو ذا النشاط من الصباح. قول ما شاء الله قول ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياك مالك حياك. حياك حمدان. كيف حالك يا مسعد؟ بخير يا مالك. كيف ايش الأخبار؟ والله بخير وعافية. كيف الأولاد؟ يلا بخير الحمد لله. الحمد لله. يا حيا ومرحبا. أوه جبنا كنعت كنعت. صباح الخير. يا شباب حياك حياك صالح. صباح النور والسرور يا صالح. كيف حالكم؟ الحمد لله. ما شاء الله اسمك مليان السوق ها؟ كنعدة كنعدة هنا. يا مسعد. اليوم سمك ولا لحم؟ أصبحنا وأصبح الملك لله. حياك حياك يا صالح. ما خلى شي سمك في البحر أنا. جبته كله. حياك يا صالح حياك. حرامية 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 حرامية. يا ناس مسكوم يا ناس مسكوم. حرامية حرامية. امسكهم يا صالح امسكهم. حرامية حرامية يا ناس مسكوم. بسرعة بسرعة بسرعة. هذول مين هذول؟ تعال بسرعة قبل ما يعرفك. تعال بسرعة بسرعة. سمعناهم قالوا حرامية. برا انا حرامية. ليش من حرامية هذول؟ بتمشون في السوق ليه؟ غريبة والله غريبة. اصبحنا واصبح الملك لله. لا لا زين زين زين. ايوه انا في سوق السمك الحين. انا عارف انا عارف انها تسوى اكثر من 25,000. يا اخي انت ما تستحيل وجهك. رجال بس انا تاجر انا ولحمي وشحمي وبكلمك كذا. ايوه بيت جمعان المرهوب. حد في شيء؟ سمك 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 يا ولدي. يا عم معك مية؟ ما معي مية. مع سمك ولا سمك؟ لا ما اريد سمك. الا تريد ايش؟ بغيت مية. ما عندي شي مية. خسرت كل شيء. خسرت فلوسي خسرت ناسي خسرت كل شيء كل شيء خسرت. يا الله يا الله. من انت السبب؟ انت سبب خسارتي. انت سبب خسارتي. انت سبب. انت سبب. اوه بلنديري. اوه اخر أوه. زمن. اوه 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 ايش هذا؟ ما فيهم كانوا ما بيتحالفين. شوف يا ولد تعال رجع السمك. رجع السمك اقول لك. ابعطيك اياه ابعطيك اياه. اقول لك رجع السمك. ما بعطيك اياه. ما بعطيك اياه. جيب السمك. ما بعطيك اياه. يا صالح امسك معي. ما بعطيك اياه. تعال السمك يا مالتي. تعال همه. جيب السمك. جيب جيب السمك. قول قول جيب السمك. ما بعطيك اياه. ما بعطيك اياه. جيب السمك. لا 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 طريقة ثانية. الا هاك السمكة. الا هاك السمكة. جيب السمك. جيب السمك. يا مسع. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. عم افتح انا زين ولا قد اشتلين سمكتين. كيف يا مسع سرقوه؟ لكن ما لومه يا صالح. ما لومه. مجنون عذر معه. لله لله. ذكاء ذكاء. صدقة. اشهد انك رجال يا صالح. يوم قلت له توت توت شفتني رجال. نعم ثبت عليك. انا مسعد. انا يسرقوني وانا واقف. عزله عزله. سرقوك با. وانت ايش فيك؟ سرقوني ولا سرقوك؟ خليك ساكت. ها قلنا لك سوي رياضك اليوم. ما سمعت؟ سويها انت الرياضه. بس سويها انت. ابوي خلينا نترزق. تعال قرب. تعال تفضل تفضل. احسن انواع السمك. قرب قرب. طيب سمك زين وطازج. تفضل يا طيب. ما حد باغي يشتري وامو. قرب قرب وشيل. قرب وشيل. احسن انواع السمك. احسن انواع السمك. السمك واجد والخير كثير. ترى السمك الزين بيخلص. قرب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انا فوق انا فوق. ايوه صيد اليوم هذا. ايوه صيد اليوم. بعت شيء من الصباح؟
لا والله عم ما بعت، لكن ان شاء الله ان شاء الله انت اول من بيشتري من عندي. والله والله ودي اشتري بس مستعجل. ها؟ مستعجل مستعجل. حياك حياك الله. انت صاحي بس اصلا. روح روح. ها صالح. ها سمعت ما يقولوا بعض الناس؟ مو قالوا. انا اقول قربه قبل لا يخلص سمك الزين. ابوي اذا خلص سمك من عندك، عندك لحم تبيعه. صدقت. انت ايش فيك؟ ها؟ قل لي ايش فيك؟ يا مسعد هدي يا مسعد. ما سمعتوا يا مالك هذا من الصباح. الله يهديك يا مسعد، الله يهديك، انت عارفه حمدان في السوق، انت عارفه كله اذيه. الله يهديك، ارجع دكانك. هدي يا حمدان. ما حد يمسكني اقولكم. يا حمدان. ما حد يمسكني. الله يهديك يا حمدان. هدي. ما حد يمسكني. يا حمدان الله يهديك. ما حد يمسكني. يا روح. يا جماعه ما حد يمسكني. خليه. يا جماعه مسكوني، ما اريد اسوي جريمه. مسكوني يا جماعه، ما اريد اسوي جريمه. قلنا لك من الاول. الله يهديك. اسمعني يا مالك. أيوة. روح حدي مسعد يرتاح لك هو. روح روح. روح هدي روح هدي. انت امسك هذا، امسكه. بمسكه بمسكه. يا مسعد يا مسعد، حشمن في اوبو الله يرحمه. قد كان قد صياد قديم، وهذا ولده انت عارفه قدو كيف. سامحه هذه المرة عشان خاطر. شوف يا مالك، الحشمة مشانك انت ومشان معزة والده، لكن المرة الثانية ما بيصير. طيب هذه المرة انا سامحته مشانك انت، قد جيتني من محلك حتى لعندي. قلبك كبير كبير يا مسعد، قلبك كبير، جزاك الله خير. يا حمدان يا صالح. هديته خلاص. ها خلاص يا حمدان، ارجع معنا يا حمدان يا ولدي. ها قبض لسانك وخليك في دكانك. هو البادي ابوك هنا اشتغل الله يرحمه الله يرحمه، اشتغل 25 سنه ولا حد حصل على كلمه. قبض لسانك وخليك في دكانك. زين زين زين، ارجع دكانك. يلا روح روح. يلا. الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم. كيف كيف يا صالح ثبت علي؟ انت مثبوت عليك. شفت كلمتي كيف مشيت في السوق؟ انت يا مالك مثبوت عليك. شفت كلمتي غصب عنهم على طول يتسامحوا. انت من زمان مثبوت عليك. عقبتك ولا ما عليك يا خلاف انت؟ مثبوت عليك. مش مثبوت عليك. مش تفضل يا ولدي، تفضل تفضل تفضل. قادر قادر تفضل يا ولدي. كيف مشكور بس وضع كذا هي؟ تعال يا ولدي. يا ولدي عمرك تعال. لا اله الا الله محمد رسول. اول زبون يجيني وراح. ايش الحاله هذه؟ يا شباب الظاهر علينا نحن عرفنا كيف نصطاد السمك من البحر، بس ما عرفنا كيف نصطاد الزباين. انا بروح اصطاد الزباين. باجيبه يعني باجيبه. عز الله صالح. توكل توكل. عز الله صالح يعني باجيبه. زين توكل. عز الله. باجيبه يعني باجيبه. روح قبه دربك خضر، توكل توكل. اوه قربوا قربوا يا ناس، تفضلوا تفضلوا من افضل انواع السمك. ماشي ماشي الزباين. فاضي يا اخي اليوم. شفت كيف؟ هذا الشغل ولا بلاش؟ شفت كيف؟ تصدق من يوم رحت معاك ما حصلت الا على كل خير. اكيد آه اكيد. اصلا هذه الحياه ما تقدر تعيش فيها الا بهذه الطريقه. أيوة. بس نعم. الا ما خبرتني. تعال تاجر عامر ايش سالفته هذا؟ بس 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 نقص صوتك نقص صوتك. تعال 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 تعال. قلت لك التاجر عامر، ها البيت عادها مرهونه ولا كيف؟ الرجال زعل وقال اذا ما بتجيب لي فلوسي ما بخليك في حالك. زين وانا ما في ما خليت اي واحد اعرفه، ما تدينت من عنده ولا احد يعرف هذا الوجه، ما قلت له اعطيني فلوس. ايش اللي بلاك؟ ايش اللي بلاك حتى تروح عند هذا الرجال؟ يا اخي الشيبان اصحابي جالس معاهم وقالوا لي ادخل في الاسهم، تحط ريال واحد في الاسهم اطلع مكانه 100 ريال، رهنت البيت، وانت عارف الازمه الاقتصاديه، ساعد اخوك، ساعد اخوك، انا جالس بطلبك الحين بتطلبني انت؟ تمام منك فايده، ما منك فايده، خلي مصالحنا نقضيهن مع بعض يا جماعه. زين زين. وخلينا نشوف لنا شيء زياده الخير خير. انا اذا كان معي شيء ما كان كلمتك. معك شيء انت؟ انا صراحه ما عندي شيء، اذا كان عندي شيء كان اعطيتك شيء من اول. ماشي انا في بالي يعني لا. اذا عندك شيء يعني ولا ماشي؟ ماشي ماشي ماشي. خلينا نروح سوق الخضره وخلي سوق السمك اخر واحد. زين؟ ايوه ايوه ايوه. انتبه لي يطيح اللي في الكرتون. ما عليك ما بيطيح ما بيطيح. تعال 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 تعال. ماشي ماشي زباين اليوم. تعال تعال قرب قرب تفضل تفضل. خلاص ما بمسك تفضل تفضل. تفضل ادخل ادخل. تفضل. يا طيب هذا دكانه طيب ها هذا دكانه. يا اخي كله سوق سمك. لا لا ذاك سوق لحم. حياك حياك الله حياك. اسمح لنا
الوزن عاد نبغى حتى نقوم. اللحم هذا على كم؟ ها؟ قصدي السمك على كم؟ أنا الحين ما فهمتك، أنت بغيته لحم ولا بغيت سمك؟ أنت إيش عندك؟ أنا ببيع سمك. زين بغينا سمك. زين قلنا من الصباح بغيت سمك. وهذه أنت قلت عن السمك، بغيت أي نوع من السمك؟ هذا. هذه التكواية؟ يلا. هذه التكواية ثلاث حبات على 10 ريال. ما أبغى لها تفكير. زين أعطيني ثلاث حبات. أفا عليك من عيوني الثنتين. ترى فيك عيون أنت. عشان الزبون يكون فيني عيون. والله صار السمك أغلى من اللحم. المشكلة ما حد جا عندي، ولا أنا عندي أربع حبات بسبع ريالات بس. أربع حبات بسبع ريال بس. نعم، وكانهن ببلاش. شفت ما قلت لك إن بعض الناس ظالمة؟ ما دام قدو كذا الخبر عندك أشهد إني بشتري. أعطيني ب15 ريال وإن شاء الله بدون قصد. حاضرين، وأشهد إني ببيع ب15 ريال. تفضل تفضل. على العشرة مالوتك. أنا حتى لهنا وخلاص. معفيني معفيني أتحمل أكثر من كذا، معفيني. يا طيب عندك لحم ولا سمك؟ يا ناس يا عالم، عندي سمك. سمك؟ عمركم تشوفوا اللحم في ذي؟ لا. تعال هنا تعال. أي 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 آخر مرة آخر مرة. تعال هنا تعال. آخر مرة. تعال يا ولدي تعال يا ولدي. تعال أنت زبون من زمان عندي، تعال تعال بس. يا عمي أنت إيش تريد فيني؟ خليني أروح. يا تفضل يا طيب تعال هنا تعال. يا مالك مالك دخل. ها؟ هذا حاوقته وجبته مالك دخل. يا صالح الله يهدي خليه يشتري. تعال يا ولدي خليك منه خليك منه تعال تعال بس أنت. نقي إيش تريد؟ سمك هنا مليان. جبته كله من البحر. ها شوف نقي قول بغيت هذا ولا هذه ولا هذه اختار بس انت تدلل تدلل متى عاد يا ناس متى بتخلص من سمك هذا البيت صار له أربعة أيام داخل خارج على الثلاجة بيتعذب السمك بيتعذب حتى انه اشتغل المقلاية والله اشتغل المقلاية السمك لا إله يا صالح يا صالح الله يهديك هذه الأزمة الاقتصادية وصلت حتى للبحر أزمة اقتصادية؟ أوه هذه الأزمة الاقتصادية قول إلا طفرة اقتصادية طفرة اقتصادية وين أزمة اقتصادية عندك أنت؟ كل يوم كل يوم الزباين مليانين دكانك كل يوم اذكر الله يا صالح اذكر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله تضربني بعين؟ خليني أضربك بعين يوم واحدة على الأقل نص اللي بيقوك يقوني إيش فيك تكلمت وعاد قلت شيء ما عاد قلت شيء قال ليش؟ مثل ما قال المثل أيوه اللي يده في الماء مش مثل اللي يده في النار واللي بيته من زقاق يرمي الناس بالحجار يا صالح روح بيع في دكان لا ترميني ولا ارميك روح امسك الرجال امسك يا مسعد امسك امسك الرجال امسك امسك امسكته ايوه امسكته امسكته يا مسعد هذا سرق سمكي ها سرق سمكي ايش اللي خليت الرجال شاك خلي حزمتي تفتك حزمتي تفتك وامسك لك الرجال وبعدين أنا أول قد سرق من عندي وعديت وراي وضربته بنفسي أنت إذا بغيته الله أعطاك رجول روح اركض وراي أركض وراه عادي عادي سمك بايك كل شي قيل قربوا قربوا قرب قرب شفت كيف شفت كيف تفضلوا تفضلوا شفت هذا الشغل ولا بلاش قل لي قل لي هذا المرة إيش الظاهر علينا اليوم بانغتني قل لي ايش اللي حصلته داخل؟ شفت سمكه انا بعد حمشكه يا رجال بيكون اشترى من هنا وطلع ايوه هذا هو الشغل زين زين اذا حمشكه زين الا تعال وين صاحبك اللي بتقول لي اذا اشترينا من عنده بينقص وكذا وينه؟ صاحبي ايوه 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 هذاك وهذاك صالح صالح قصدك ايه؟ ايوه هذاك تعال عنده جيذر اليوم ها؟ جيذر؟ سوينا جيذر مقلي خلي الحمشكة تولي 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 سوينا جيذر مقلي خلي الحمشكة إيه 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 وسع وسع يوبا 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 إيه أنتوا إيش معاكم؟ ها قولوا لي انتوا ايش معاكم لا خليتونا نبيع مثل الناس ولا خليتونا نستفيد ولا نترزق الحين ايش دخل البيعه في الغناء اريد اعرف انا اللي قاهرني ها الشحم واللحم هذا كله وطرب بعد فوق سوينا جذر مقلي خلي الحمشكه تولي سوينا جذر مقلي خلي الحمشكه اي اي اي
أرجوكم لا تغنون. ما تتحمل الطرب؟ أنا بصراحة من أسمع الجيذر ومقلي. ما عاد أعرف أمسك نفسي. ما تعرف تمسك نفسك؟ لا لا أمسك نفسي. خليك أنت مع صاحب الجيذر وشيل معك الحمشكة، ها؟ أنا بتفاهم معه. بس تمام. روح 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 روح. ها؟ إيش فيك؟ لا ما تزعل منه، بنشتري من عندك. ها؟ بتشتري من عندك؟ أيوه أيوه. تفضل تفضل. خلينا نشوف إيش عندك. تفضل. أنا بصراحة يا أخي عندي هنا عندي عومة. أيوه. وبيبيع يا أخي سهوة. أيوه. بس أسماكك كلهم مثلك. ها؟ اليوم حد يبيع هذيلا؟ لا لا هذي زين هذي زين. إيش من تعبان أنت؟ تفضلوا يا ناس تفضلوا من أرقى أنواع السمك. قربوا يا ناس قربوا كنعد هامو الحي يطلع من البحر عاد وطازك. تفضلوا يا ناس. السمك مالك هذا خليه هنا خليه هنا. هامور وكنعد يا طير تفضل تفضل. أنا لازم أطلع من عنده بشي هذا. تفضل يا طير. خير يا طير. شفيك تبكي؟ شفيك تبكي؟ أخوي أخوي. أخوك؟ أيوة. أخوك وين أخوك؟ هذا أخوي. هذا أخوك؟ أيوة. الحين هذا أخوك؟ لا تعلقوا من رجوله. لا 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 تعذبوا. هذا كل عدو. لا 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 ما تسوي فيه هذا كله. أنت تفكرني مجنون؟ مسكوا بهدوء مسكوا بهدوء. أنت تفكرني مجنون ولا أنت مجنون؟ كيف هذا كنعد وهو هو أخوك وهو كنعد كيف تجي؟ بقول لك لكن مسكوا زين ارحموا شوية مسكوا شوية زين. زين برحمه. يلا تكلم. أنت ما صدقتني أصلا. أنت مش عارف إيش اللي صار. إيش اللي صار له؟ يلا خبرني. قبل 6 سنوات كان أخوي أفضل صياد في الحارة وكان أصحاب المنطقة كلهم يغاروا منه. صياد قديم. لكن ما سمعت بأخوك. إيش سوى حتى انشهر كذا؟ تريد تعرف؟ كان إذا راح البحر يجيب لنا حوت ولا حوتين. حوت ولا حوتين. وكان كل ما فتحنا بطن واحد من الحيتان نحصل داخله ذهب واحيانا اسماك نادره واكثر شيء يعني فلوس. بس هدي انت تكلمنا عن بطن حوت ولا صوب جديد مساحه الحافه. ولا عليك علي يمين. ها ولا عليك علي يمين. انه مره من المرات اصطدنا واحد من الحيتان. اصطادنا واحد من الحيتان وطلعنا داخل بطنه 7 قوايز وإيصال سحب فازلين واحد من أخواني الصغار. متأز يا تبقر في رجولي كله سببك يا خرصولي كله سببك. إيه إيه يا نغمة ثانية نغمة ثانية. إيش جايز بعدين إيش صار؟ وبعدين شافته واحدة ساحرة وقالت له شرشوش مرشوش بربوش كنعوش عطوني الفوش وبشبوش. ومن ساعتها تحول لكرعت. ومن ساعتها احنا بندور عليه. يتعب قلبي عليك يا اخوي. يا ريت كان عندي فلوس كان اقدر افكك من بين السمك. لا ارتحت وانت حي ولا ارتحت وانت ميت. يا ريت عندي فلوس. بس زين الحين من هو اخوك هذا ولا هذا؟ لحظه اشوف من الطويل. هذا اخوي. كيف عرفت انه اخوك؟ بالشامه. شامه؟ ايه شوف نفس الشيء. كل شيء جايز خلاص. بس يا اخوك اذا اعطيتك اياه تقدر ترجعه مثل ما كان. اتمنى احط لك اياه في الكيس. ما تعطيني اياه ببلاش؟ اكيد ببلاش. جزاك الله خير. حطه في كيس. أقص لك إياه؟ قصه أقص لك أخوك؟ أحطه في كيس بس. بزي جزاك الله خير. أيوه بس. جزاك الله خير. شيل أخوك ها؟ حطه هنا أحطه في القونية؟ تفضل شيل أخوك لا يخترق أخوك بعد داخل بس. إيش فيك تبكي مرة ثانية؟ عمي يا أخوي عمي. عمك؟ يا اخي انت بتضحك معاي ولا بتضحك علي؟ وانا اللي متعب نفسي من اول وجالس بشرح لك انت ما تفهم؟ خلاص انا اصلا هذا الشرح كله كان عندي لك بشاره لكن الظاهر عليك ما تستاهل بشاره. انت بشاره؟
قول بشارتك الحين ما تخليني اطلق. تطلق؟ ايوه تطلق. ما بطلق على البشاره خلاص. انا بخبرك بالبشاره بس اتمنى شيء جايزه او شيء اذا انا خبرتك بتعطيني. لا تخيسني يا اخي من اول بقول لك خيستني سمك. اسمح لي اسمح لي. ايوه لكن اسمعني يا بخيت. ايوه اذا بشارتك هذه زينه لكن اللي تريده، واذا شينه يا ويلك مني يا بخيت. اذا زينه لكن اللي تريده هذا اريد. اذا شينه لكن ايش من بشاره اقول له هذا؟ انتظر ما نسيت البشاره. انا نسيت البشاره نسيت البشاره انا لكن تذكر تذكر. مبروك مبروك ذكرت البشاره. الله يبارك فيك. زوجتك ربت امس. زوجتي ربت؟ ربت وجابت بنت اسم الله عليها ما شاء الله. الله يبارك فيك. اسمك سمك. الله يبارك فيك. والله استاهل جايزه. انا اللي بشرتك بهذا المولود. زوجتي ربت؟ كيف زوجتي تربي؟ وهي قبل 4 أيام ربت. انت ما تفهم. تبعتيكي وليش؟ كيف يا بغيت؟ الحريم ما تفهم لهم شيء. يعني انا صراحه عندي بقره كل مره تربي. بقره؟ زوجتي انا بقره؟ لا ما قصدي. انت انت انسان ما تفهم. انا عن هذه بشاره افرح. انت الحين ما قلت بقره؟ لا قلت لك البقره ما تهمها شيء. كل مره تطلع فعور كذا ما تفهم شيء. فعور؟ زوجتي انا فعور؟ لا يا البقره. بسم الله الرحمن الرحيم. زبون 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 يا حبيب الزبون. يا هلا وسهلا يا هلا. بنبيع بنبيع. تفضل تفضل تفضل. السمك هذا جزاك الله خير. جزاك الله خير. شيل شيل عمك سيده. في القونيه في القونيه بس على طول. لا تكفي القونيه. شيل عمك وهي وركبت حالي. لا يكون ولد خالتك هذا الحين. لا 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 زين خلاص يلا توكل. شيل باقي العيله في مكان ثاني. ما زين توكل توكل. يا سلام يا بخيت. خيت خيت تعال تعال بنبيع. انا حنا بغينا. تعال خلي القونيه معك. قول خلي اخوانك معك. توب انك اشتغلته. طلعت 2 كنعت اكبر قياس. ليش ما تشيل السهوه هذه اللي على الجنب؟ تقول بنت عمي. قول بنت عمي. خلاص بطلع العيله كلها في السوق. صح صح. يلا روح بشيل. روح روح. انا بطل الرجال ان شاء الله بطلع بشيل. زين 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 ما شاء الله. ها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أخوي؟ الحمد لله. ساعدني ساعدني بأي شيء. أنا إنسان فقير. أوه 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 مو ذي الحالة مو ذي الحالة. كل مرة جايين ساعدني ساعدني. أبوي تراني نفس حالتك بعد. أنت مش عارف إيش وضعي. أنا بعيد 7 عروس أولادي 7 أطفال أولادي و7 عروس أولاد أخوي زين زي. وراس واحد ولد ولد الجيران اللي قرح في سلندر قبل أسبوعين. زين بساعدك بس على شرط. قول وانا موافق. اول حاجه ايوه ادعي لي انه يكثر خيري ان شاء الله ويكثروا زبايني ان شاء الله ويقلوا حسادي ان شاء الله. اعطيني 4 من هنا و5 من هنا. اعطيني ميخ ميخ. ايش هذا ميخ؟ ميخ سمك عليه خشب ما شاء الله. هذا سمك سمك كله سمك. هذا ميخ حطه في في المقلايه مع شويه بهارات. انا اكثر من 9 حبات. زدتوا زدتوا زيدوا عاد واحده. زيدوا عاد واحده. عاد واحده استاهل استاهل. هذه واحدة زيادة. ايش من سمكة؟ رجل رجل هذيك. شل شل شل. عندك بغيت شيء؟ لا لا خلاص. الفلوس الفلوس الفلوس. كم هذا؟ هذا ب10 ريال بس بس 10 ريال 10 ريال 10 ريال مسيء. تفضل هذا الظهر. يضحك علينا بعد هذا. يلا في من انا؟ بس بس حط في جيبك حط في جيبك حط. محمد على الخير. ول 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 يا بخيت طلعت ما سهل انت. الظاهر عليك من الفرحة بترضي اليوم زوجتك تكون بقرة عادي. لا اسف اسف. 4 أيام يا بخيت 4 أيام. أول مرة أبيع. هذا من يوم أنا جيتك. من وين الخبرة هذه؟ من وين جبتها؟ تعرف الحنكة والخبرة هذه من وين؟ أنا بقول قول لي. وباغي سيارة جديدة. أيوه. وباغي تلفون جديد. ايوه سوي لك بارد خليك عندي. زين وباغي تلفزيون جديد بعد لا تنسى. ان شاء الله بسوي لك السمك يعني. وانا اسوي لك وانا اخبرك يعني ان شاء الله. زين وباغي سيكل دراجه دراجه جديده ان شاء الله. وباغي كوايه بعد ان شاء الله. وباغي بسك عاد بسك بسك خلاص كل اللي قلته ان شاء الله. واللقعه
يا بخيل. قلت لك هذا جمعان المحنك رجال عاقل، من يوم رحت معه كذا يبيع ويختصر لك الموضوع على طول. وين جمعان هذا؟ اي هذا من يوم رحت معه وانا مديون صرت غني الحين. لازم تعرفني عليه. يلا شوف شوف وينه. هذاك وهذاك اللي قدام. بندي بندي لك اياه. هذاك ايوه نادي نادي. انت تريد تتعرف عليه من عرفني عليه عرفني عليه. يا جمعان اه تعال لحظه شويه. وباغي مو بعد باغي مو بعد باغي وباغي ايه باغي هذا فرن عشان نشوف. اعطيني هاك اللي جانبيه كذا السمكه الجانبيه هذه. هذه ايوه. لا 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 هذه باغي. ايوه لا هذه ما اقدر. ليش ما اقدر؟ هذه المظنون. بعطيك هذه والله تشبه. شوف فيها حبه خاله هنا. جيب زين. وباغي فرن جديد ها بس زين ان شاء الله يلا. تعال منتظرينك. هذاك باغي حياك يا جماعه. حياك الله يحييك. حياك رحب بالرجال. يا جماعه تعرف اول ما شفتك انفتح لك قلبي. انفتح قلبك بس وقف. نعم انفتح قلبه اكيد. ليش ما انفتح قلبه وانت جيت؟ والمفتاح وين؟ في جيبي المفتاح. مالك تب يلا مش انسخ لي نسخه. وانا بعد نسخه. يا جماعه جيت في وقتك. هذا ايش هذا؟ ها؟ هذا ايش؟ كلمة سر. خبر شرح للرجال. قول ايش عندك؟ انا عندي مشكلة. وبغيت تحل لي اياها يا جماعة. عندي مشكلة انا. لحظة شوية. لحظة كيف؟ الرجال بيقول لك لحظة لأنه بيفكر في المشكلة اللي أنت فيها وبيفهمها. شفت إذا انفخ بطنه يعني وصلت المشكلة. فخ بطنه؟ إذا قال بطنه كذا عبارة فهم الرجال. شوف بيرجع له الفهم وأنا بيرجع له يوس. أوتوماتيك بينفخ البطن. هي شوف يا الله جات وصلها الرجال. انفخ بطنه. أنا عرفت إيش مشكلتك. عرفت إيش مشكلتك؟ عرفت مشكلتك. بالحركتين هذول؟ بس إيش المشكلة؟ خبره. الخطوة هذه عرفت فيها نص المشكلة. ايوه. والخطوة هذه عرفت الباقي والحل. أعطيه. ايش هي المشكلة؟ مشكلتك انه عندك سمك بايت ومش عارف كيف تبيعه. العقل في الراس وليس في الكراس. وين يا جماعة؟ والله اللي طلعت خبير. اوهو عرفت المشكلة بس. نعم. انت خليك من المشكلة الحين. ليش؟ ايش رايك في اللي يحل لك المشكلة هذه في اقل من نص ساعة؟ بخيته؟ ايش تعطيه؟ ايوه اذا حلك اياها نص ساعة. انت جالس 4 ايام ما بعد حوت. نص ساعة عبارة الفايدة النص بالنص. الفايدة النص بالنص؟ ايوه نص بالنص. ولا صفر ما عندك شيء. لا زين الفايدة بالنص بالنص. زين؟ انا اجيب سمك بايت. ايوه. لحظة اذا قدك في خبر السمك البايت. ما حد يسمع. بيسمعون فاتحين هنا. انا اجيب سمك بايت. ايوه. وانت تبيع لي اياه الصباح. والنص بالنص. تم الكلام. اتفقنا. خلاص بخيت اتبعني وانت انتظر هنا ما بنتاخر عليك. خلاص علي ولا بس؟ لا ما عليك ما تاخروا. ما بنتاخر بسرعه. يا بخيت تعال وجيب الشغل معك. خلي لحم مشكات واللي سوينا جيدر محلي. خلي لحم مشكات واللي سوينا. ابو مالك صباح الخير. يا صالح شو بقول منك هذول؟ لا بقول سمك. والله غريبه كل شيء جايز. بتشلوا الكنعت قال اخوي. كل شيء جايز. اه الله. قربوا يا ناس تفضلوا. هذا ماشي زباين اليوم. والله غريبه يا اخي ماشي. تفضل قرب يا طيب. تعال قرب تفضل قرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كم هذا صيد؟ هذا عشانك ب10 ريالات. اخر كم؟ يلا شل ب9 ريالات. زين اعطيني هذاك. باقي هذا؟ إيه؟ هذا غالبة. كم؟ 15 ريال. زين أعطيه. زين تعال قرب ما باغي لنا قصة صح؟ قصة يلا جالسين عادي. ليش؟ اجلس الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا التاجر عامر؟ بخير الحمد لله. إيش عندك اليوم من أنواع السمك؟ والله مثل ما بتشوف السمك واقع، لكن تاجر عامر بدون حساب. تطمن بادفع لك الحين. اعطيني من هذا حبه ومن هذا ثنتين وشوف لي كم حسابك الحين. هذا حبه وهذا انا ثنتين. ايوه حسابك كله 10 ريال. بس انا فكرتك الا بتقول 15 الا 20 25 الا 10 ريال بسيط حط لي اياهم في الكيس.
حطه في الكيس. ايوه بسرعه. الشيخ ابو عامر بيشتري ما عندي وكاش وحطه في الكيس. انا ما مصدق بصراحه لكن كل شيء قايس. الشيخ ابو عامر هذا شوف نحن هذه الكيسه مبنده زيده هي. خلصني بسرعه مستعجل انا. لحظه لحظه شويه لحظه. يلا هذه وحده. شغل الماكينه. قد حط ثنتين هناك. وهذا مطلوبك يا شيخ عامر. ايوه وهذه فلوسك هيك ده. يلا على اخي الشيخ ده ده هذا شيك. ايوه وفي مبلغك بس هذا في 11 ريال واخر الشهر بعد. لا تفضحنا نحن في السوق. هذا ريال ملحي هذا 10 ريال ملحين وريال مال اخر مره استلفتهم عندك. لا 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 اسمح لي اسمح لي يا رجل. جيب جيب تلاقي عامر. جيب جيب يا رجل عدل بدل انا شيخ. لا تفضحن. جيب جيب امسك شيكك ورجع السمك. واذا معك شي حساب شوف حد غيري. انا يلا يلا عايش على الله ثم على هذه السمك. اذا بويت حساب زين زين. بسالك ما رحت المكان الجديد اللي يفتح في الحاره؟ اي مكان؟ هذاك المطعم اللي يفتح. اي مطعم؟ المطعم اللي في الحاره. وبيبيعون ايه؟ قالوا عندهم ما الا لحم واجد عندهم. اللحم واجد شفناك هيك ما شاء الله. ما بتقولوا اللحم انت؟ لا اوه حكيت. تفضلوا تفضلوا يا ناس تفضلوا قربوا من افضل انواع السمك. ما حد بغى اليوم يشتري. ما حد بغى يشتري من عندي سمك اليوم. يا جماعه يا جماعه دوتوا وش صار؟ ايش اللي صار؟ جمعان جمعان مو ذي عنده عروض خاصة. ايش ايش؟ عنده عروض جمعان. يا جماعة ما حد يصدقوا. يا جماعة ايه؟ جمعان مو عروض خاصة. ما حد يصدقوا ما حد يصدقوا هذا مجنون. دقاق. لا لا منقد منقد. يا سيد محمد زيارتنا يا سيد محمد زيارتنا والنبي والخضار في حارتنا والنبي والخضار في حارتنا يا سيد محمد زيارتنا يا سيد محمد زيارتنا. ايش فيكم انتم؟ كيف تشاركنا على طول؟ ايش معاكم؟ ايش معاكم؟ عندنا عروض عروض قريب قريب لك. شوف شوف افضل عروض على الاطلاق. اي نعم ما عليك وتخفيضات على كيفك. اوه تعال تعال يا سيد محمد زيارتنا يا سيد محمد زيارتنا والنبي والخضار في صفر صفر والنبي والخضار في حارتنا يا سيد محمد زيارتنا يا سيد محمد زيارتنا والنبي والخضار في حارتنا والنبي والخضار في حارتنا يا سيد محمد. يا جدعان هذا ايش هذا ايش؟ بنسوي لك عروض عشان السمك مالك. سوي لي انا؟ ايوه وقف وقف هذا. هدوا هدوا شويه هدوا. هك وقف وقف. مسك مسك هذا مسك مسك. هدوا شويه. الحين جمعان الخبير في العروض التسويقيه هنا عندنا راح يلقي كلمته فاستمعوه وليتفضل مشكورا. وهيه طيب طيب. شكرا 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 شكرا. يا جمعه عاش جمعان. ايوه يا جمعه احنا في صف في مدرسه في ايش يا جماعه؟ ها العروض العروض بدنا نعرف العروض. ما تعرفون العروض. سمعوني زين سمعوني زين سمعوني زين. تشتري ثلاث سمكات ايوه تحصل سمكه واحده مجانا. سمكه واحده مجانا. الله اكبر زين زين. هذا والمعنى في فخوض الشعر ما شاء الله. تشتري سبع سمكات تحصل ثلاث اربع سمكات زياده. اربع ازيدك من الشعر بيه. ايوه تشتري 10 سمكات تحصل على قدر من غير خياشيم. مع خياشيم مع خياشيم. تشتري 25 سمكة. 25 سمكة. تحصل 20 سمكة. هذا اللي بغيته. تعال 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 شفت شفت كيف؟ وهذا حال البيت عادي. عشان البيت ما بقى له. شفت كيف؟ هذا الشغل. المهم انت كم طلع عندكم حسبت؟ انا حسبت طلع عندي يمكن 80 كذا. 80؟ وانت كم طلع عندك؟ 176. 176؟ ايش من بيعه؟ ما تعرفوا تبيعون؟ ليش حصلت على كم انت؟ 451. 400؟ ايوه 400 يا جماعه. السلام عليكم.
العروض لا زالت مستمرة، العروض لا زالت مستمرة. تفضل 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 تفضل. أعطيني ثلاث حبات سمك بس، حط لي إياهم في الكيس وشوف لي كم حسابك. سردين سردين فقط. بكم بكم هذا؟ بكم سردين؟ هذا الكيس هذا بعطيك إياه بعشر ريال، عشر ريال. لا 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 بلاش 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 التاجر عمر. جمعان في الدكان؟ أنت عارف يا جمعان إني معي الإذن إني أنت زعم ملكيه البيت؟ زين فضحتنا فضحتنا. بس لكن انا رعيتك لاولادك. جزاك الله خير جزاك الله. ويوم طاح الغتر مدت لك الى بكره ان شاء الله ان شاء الله. اليوم يعني اليوم بكم قلت لي؟ هذا الكيس. ايوه ايوه اخر كيس عندي بعطيك اياه ب 10 ريال. بلاش بلاش اعطي الكيس ببلاش. حتى لو تسالت معي انا تسالت معك ترى واجد بعدين. ما عاد عليك. جيب الكيس جيب. على كلام جمعان بعطيك اياه. حط لي اياه في كيس حط لي اياه في كيس. اعطي الكيس كامل اعطيه. حطها في كيس. ها زين تاجر زين زين رتب له شغل نظيف خليه يستاهل يستاهل زين تاجر يستاهل التاجر عامر بنروح حاسك نصطاد في فلوس فلوس لا لا بلاش 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 روح قال فلوس خلاص ايوه ايوه ما غلط مش عارف مش عارفه عشان جماعه يا اخي هذا ما في باص يدعمه ها تعال تعال حافله حافله تدعمه تعال تعال زين الحين ما دام قد بعنا احسن لنا ما عاد نكمل انجلس هنا وين روح؟ انت على بالك السمك مالك صحي؟ ها؟ سمكك خربان تريدهم يقولوا مسكون؟ ايش نسوي؟ خلينا نشوف تجارة ثانية تجارة مختلفة. ايوه تجارة تودينا فوق فوق فوق. ايش من تجارة؟ يا اخي التجارة في العقار بيع سيارات العقار وجبناها بيع السيارات بيع السيارات؟ ايوه قصدك انا اجيب سيارات بيته وانت تبيع عليها صباح مبرمق على سمك هذا بريك هذا ليش؟ خلونا من بيع السمك ومن ريحة السمك وخلونا نفكر في حاجة كبيرة. احنا تعبنا من الدين تعبنا من اللي إذا بتمر البيت لازم إلا تلف كذا من صاحب الدكان. زين يلا على يدكم. خلاص الحراق نروح الحراق الحين. أيوة خلا خلا وين رايحين؟ وين رايحين؟ وين رايحين؟ لا وين رايحين؟ وين رايحين؟ هدوا 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 وين رايحين؟ عظمة تفاهم بسبب حماشي وين رايحين؟ ماشي تفاهم. ايش فيكم زعلانين؟ انتوا حرامية حرامية؟ انتوا عيارين انتوا نصابين ما خليتونا نستفيد ولا نترزق بعدتوا منا الزبائن. انت اللي بتقول لي عمي هوبي بعدين قلت خالتي طلعت انك ما تنصب علينا. صراحة انا خليت خالتي ما شلتها. يا اخي انت خالتي وعمتي انتوا محتالين وانتم ما تعرفوا ان اللي يعيش بالحيله يموت بالفقر وما رد ادعى مالك ولا شيء ما باغي شيء منك. زين لا تزعلوا بنت قاسم بنت قاسم بنت قاسم انا اوعدكم من الحلال انتقاسموا نص بنص وخلونا نروح. ما عاد عليك بنت قاسم صاد خايس النص بنص النص. تسمعوا الكلام يا ناس الله لا تسرعوا الخير بيجيكم. بعدين نصابين انتوا انتوا نصابين. هذا ايش؟ ايش فيهم من وين طالعيننا ذي النصابين؟ خير خير ايش اللي صار؟ ايش اللي صار؟ تاجر عمرو جاء. ايوه ايش اللي صار؟ لا ماشي خير ماشي خير ما صار ماشي خير. هذا هو المفتش هذا هو النصابين شوفهم قدامك اثنين. شوي شوي ايش شوي تبيع السمك البايت؟ ما ابيع سمك بايت. تبيع سمك البايت حرقال تسمم؟ ما بعت شيء. تأمن انت جاينا معصب وش حكيت؟ انا من؟ انا المفتش. الله اكبر مفتش ايش؟ كونان ولا حد ثاني؟ كونان ولا حد ثاني؟ لا الثاني. تأكد هو بس اللي باع لك؟ ايوه هو هو بس. وايش صار له هذا عشان عندي كذا؟ ايش هذا صاب التسمم المسكين؟ سمه؟ تسمم تسمم؟ ايوه تسمم. سممنا يا جماعه؟ من سمك مالك؟ سمك مين بعد؟ ها؟ بتسممنا؟ وانا اقول بتعطيني العومه بلاش؟ ها؟ بتبغيت لا بغيت تسممنا؟ نفسي اعرف حاجه بس، ليش سويتوا كذا؟ الفقر الدين الحاجة. صدق أنا بري منه لأن أنا فوق ديون وأرجوكم ساعدونا خلوني أروح أطفالي منتظرين في البيت. لكن هذا مش سبب تسرق أو تقتل نفس لأجل الفلوس. يا ريتكم دورتوا على وظيفة ثانية تحصلون منها فلوس ولا خليتوا من الفخفخة والمشتريات اللي بتشترون يا أخي عند الناس. إحنا عندنا بعدين شوفونا سمعتوا. وأنت يا صالح لو صبرت على رزق الحلال ما كان يصيبك اللي يصيبه من الحين. انا صبرت اربعة ايام وسمكي تعذب من ثلاجه داخل خارج صار اربعة ايام وانا صابر. شيلوا من فتش هذول امكانهم من الحظ. يلا قدامي شيلوا يلا روح قدامي روح يلا. لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله. يا ريتهم صبروا على رزق الحلال بس. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ريتهم صبروا على رزق الحلال ما كان صار لهم اللي صار هذا. بعدين يا مالك بصراحة فكرتهم حلوة. حلوة هي. بعدين شوف شوف أنا بروح وبفتح لي سوق
وبسوي عروض خاصة، لكن السمك مالي زين ها.